السلام عليكم، معكم دكتور زكريا جبار، أخصائي طب وجراحة العيون بمدينة تطوان. اليوم غادي نهضروا على مرض اعتلال شبكية العين بداء السكري، هو أحد مضاعفات هذا المرض المنتشر في المغرب وكيصيب العديد من المرضى، خاصة الناس اللي ما كيكشفوش على شبكية العين كل سنة. من بين العوامل اللي كتساهم في ظهور اعتلال شبكات العين هو نسبة السكر في الدم اللي كتكون عالية جدا، والمدة الزمنية اللي كيكون السكر في الجسم. هذو جوج العوامل الأساسيين اللي كي يأثروا بشكل مباشر في اعتلال شبكات العين بداء السكري. من بين الاعراض اللي كتواجه المريض وكيحس بان شبكه العين راه مقيوسه بداء السكري، بزاف ديال المرضى ما كيعانوا حتى شي حاجه وما كيحسوا حتى شي حاجه وكيشوفوا مزيان 10 على 10، هذا ما كيعنيش بان شبكه العين راه ما مقيوساش بداء السكري. كاين بعض الاعراض اللي كتكون نقص في البصر، كنشوف بعض الذبابات، كيكون نزيف حاد في العينين، كيكون لا قدر الله تقلع ديال الشبكه اللي كيقدر الانسان انه يحس بالنقص ديال النظر. لهذا بان ما نتسناوش يكون ظهور ديال الاعراض باش نمشيو نراقبوا شبكه العين، خاص على الاقل كل سنه نراقبوا شبكه العين قبل ما يظهروا الاعراض، لان بعض المرات كيظهروا الاعراض في واحد الحاله متقدمه جدا اللي كتطلب بعض العلاج اللي هي مكلفه. بين العلاجات اللي كتكون رئيسيه في حاله اعتلال شبكه العين بداء السكري على حسب المراحل. المرحله الاولى اللي كتكون في درجه مبكره كيكون فقط المتابعه، وكيكون التركيز على يكون السكر في الدم، نسبه السكر في الدم تكون ملائمه وتكون ناقصه شويه. بالنسبه للدرجه هي شويه متقدمه كنضطروا اننا كنديروا بعض العلاجات كحال الليزر، فبعض بعض الابر، بعض الحقن اللي كنديروا في وسط العين باش كتوقف لنا تطور اعتلال شبكه العين بداء السكري. وفي الحالات اللي هي كتكون متقدمه جدا كنضطروا اننا نديروا الجراحه لا قدر اذا كان شي نزيف في وسط الشبكه او لا كيكون تقلع ديال الشبكه. بما ان هذا المرض هذا يقدر يؤدي في العديد من الحالات الى فقدان البصر ولا قدر الى العمى في حاله اصابه شبكه العين بداء السكري في حالات متقدمه، من الواجب الوقايه من هذا الداء هذا، وخاصه خص المراقبه ديال الداء السكري مع طبيب الاخصائي ديال السكر والغدد، وخاصة مراقبة شبكة العين كل سنة عن طبيب العيون الخاص بكم، باش هكا يحاول ما أمكن أن يدير التشخيص المبكر لظهور أول علامات اعتلال شبكة العين بداء السكري. وبهذه الطريقة هذه غنتفاداو بزاف ديال المضاعفات اللي تقدر تؤدي في العديد من الأحيان إلى العمى لا قدر الله وإلى فقدان البصر بصفة نهائية.